صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من مات على اليهودية في عهد موسى عليه الصلاة والسلام وقد آمن به وصدقه، هل يسأل في قبره إذا مات عن ربه ودينه ونبيه، أم أن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم. أمور الآخرة وأمور البرزخ لا نتكلم فيها إلا بدليل، ليس عندنا دليل على هذا. نعم.